حاجه نخبيهم عندي حتى حاجه نخاف منها، حاجه اللي عشتها كاع راني نهضر فيها ونقعد نهضرها غير مت، وهذه هي الحقيقه. انا حتى باش نحكيها ما نقدرش نحكيها، باش نتصورها لي من هيل للان عليك نحكي صح، وكان نقعد مع نفسي هكذا ونقعد نتصور نمرض. واحد جالي قال كيف، قال لي يا ما فضلي راه كاينه حاجه نشوف غير في اللحيه ولا بعيا هذا انا نخلع ونقفز، ويقول لي على حرام عيب هذه مش عارف. قال لي اصلا كنت نخرج مع ابي، نخرج نصيبو مع صحابو، نقول كاع صحاب ابي ديروها كاع مع ولادي. انا صافي هذا الشيء في بلادي وفي ولادي، حبيت نعرف كاين منها ما كاش منها، دنا للطفله خلاص الطفل تاكدت منه صح، طفله دنا للطفله ما دناش للطفله. وبنت عدى علينا باباكم تعدى علينا انت تعبانك مثلا. كنا نقول لك كنا تقولها بلي انا ندخل الحبس ما كش حكم علي اعدام ولا مؤبد، ما كش كيف نقضي علي كنشري لك في الحلوى و في الدار. واش كان يقول لي؟ شنو كنت تقول ليش؟ شنو يقول لي تقول ليش؟ انا حياتي حبست فيها هذه النقطه، يا ندي حق ولادي يا ما عنديش خير من دار. كيما يقول مطلق ما غايب كان تقول كيما يدير في الدار يدير في الخدمه ويدير في الدوش كيف كيف. على من تقع المسؤوليه هنا؟ على عيون نامت وترك ظماها تتلذذ بها ذئاب بشريه، أم على ضمائر ماتت وعلقت عناوين الإجرام، العنف، الاغتصاب وسمة صدرية؟ على جمعيات تدعي حب الطفولة، أم على جهات رسمية وحتى جهات غير رسمية؟ قد تقع المسؤولية عليك أنت، علي أنا، فقط لأن القضية قضية إنسانية.